اليوم تقام الجلسة العادية 17 للمجلس وتناقش في جدول أعمالها عدد من الموضوعات، من ضمنها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون يتعلق بتعديل إحدى مواد قانون الخدمة المدنية. سمعينا نقترب أكثر من تفاصيل هذا التقرير والموضوعات الأخرى المطروحة على طاولة مجلس النواب في رسالة المجلس لهذا الأسبوع التي يقدمها النائب الدكتور هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب. صباحك الله بالخير سعادة النائب. صباح النور، أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة والاتصال. الله يسلمك يا هلا فيك، تفضل. الله يسلمك. اليوم احنا عندنا طبعا في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب مجموعة من المواضيع. في عندنا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اللي هو بيكون عندنا البند الخاص في مشروع قانون بتحديد نسبة إلى تدريب الموظفين في القطاع الحكومي بوضع حد أدنى للتدريب. نعم. وإن شاء الله هذا اللي تم مناقشته وإقراره في اللجنة التشريعية واليوم راح نعرضه على المجلس. يتألف القانون من مادة اللي هو تحديد حد أدنى للتدريب بحيث يكون الحد الأدنى للتدريب في القطاع الحكومي 30 ساعة تدريبية لكل موظف في القطاع الحكومي. وتم هذا المشروع مناقشته مع عدة أطراف في خصوصا جوانب الخدمة المدنية وأخذ آراء مجموعة من الأطراف بهيئة الإفتاء والتشريع ورأي الحكومة، وفي الأخير تم إقراره إن شاء الله واليوم راح يتم عرضه إلى على المجلس للتصويت على توصية اللجنة إن شاء الله. جميل، بإذن الله يعني نتمنى لكم التوفيق في جلسة اليوم اللي تعقد بإذن الله، وشكرا لتواجدك معنا سعادة النائب الدكتور هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب. العفو، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا، حياك الله.